نتمنى. صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج السياسه اليوم. بهالحلقه رح نضوي على الملفات الساعه اللي فيها الشق الداخلي والشق الاقليمي، الاقليم ما بين القمتين، قمه جده واليوم قمه طهران، وايضا بالموضوع الداخلي ما بعد زياره جابرييل إدوارد جابرييل رئيس مجموعة العمل تاسك فورس فور لبنان، اللي امبارح سمعنا فيها أمور بغاية الأهمية طبعا اللي يجب توقف عندها بالمرحلة المقبلة، خصوصا لجهة أنه لبنان يمكن أن خلص يصنف دولة فاشلة إذا لم يكن خلال 6 أسابيع عم يعمل إصلاحاته ويوقع مع صندوق النقد. وهذه هذا الموضوع يعني كان بغاية الوضوح من الموفد الأمريكي. وأيضا عنا الجمود الحاصل على خط تأليف الحكومة ما بين رئيس المكلف نجيب ميقاتي اللي رجع نشاطه كرئيس حكومة تصريف أعمال، لكن كرئيس مكلف ما شفنا منه شيء أبدا. هل هو ينتظر اتصال بعبدة أم بعبدة تنتظر اتصاله؟ مين ناطر اتصال مين؟ بكل الأحوال ما في حكومة على ما يبدو، والهيئة أنه هالفترة 6 أسابيع اللي الكل عم يحكوا عنها الفاصلة عن شهر أيلول بدها تكون فترة مفصلية، لجهة أول شيء أن تقوم الحكومة مع مجلس النواب بالإصلاحات اللازمة، وأيضا لجهة الترسيم والمنطقة المرتبط مباشرة مع المنطقة. نحن على حافة حرب أو لا مش على حافة حرب، هيدي الأمور كلها، وطبعا الوضع المالي والاقتصادي اللي هو الصحن اليومي. مشاهدينا بهالحلقة رح أعرفكم على ضيوفي، معي بالاستوديو الخبير المالي والمصرفي الأستاذ نيكولا شيخاني. مساء الخير أستاذ نيكولا. أهلا فيك ليندا. ايضا معنا من لندن استاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريده راي اليوم. صباح الخير. عفوا انا بعدني بالمساء الخير. صباح الخير استاذ عبد الباري، وقلنا عندك صباح الخير كثير لانه نحن في فرق ساعتين لورا عندك. طبعا اهلا وسهلا فيكم. وايضا رح يكون عندنا مداخله بهالحلقه من وزير الداخليه السابق زياد بارود لنشوف شو موضوع الصلاحيات، هل ممكن تتسلم حكومه تصريف الاعمال الصلاحيات رئاسه الجمهوريه في ظل فراغ اذا ما حصل الفراغ. على كل حال الامور عم تتبدل وعم ينحكى انه بلش تحضير لرئيس جمهوريه، يمكن ما نضطر لهالاجتهادات الدستوريه، هيدا كلها الامور يعني مفتوحه على كل الاحتمالات. استاذ نيكولا اسمح لي بدي بلش مع استاذ عبد الباري، لانه نحن مرتبطين بشكل مباشر بالمنطقه للاسف. لبنان كل عمره صندوق بريد، كل عمره رساله، كل عمره بننطر شو بده يصير برا ولحتى يصير عنا. بس الفرق استاذ عبد الباري اليوم انه انا بدي ابدا معك من لبنان قبل ما افوت على المنطقه ما بين القمتين. لبنان اللي كل عمره بينطر شو بده يصير برا، على كل حال شفنا انه هو بسطور بقمه جده، بس كل الامور عم بتقلنا هلا انه لبنان عم بيقولوا انه انتم انقذوا حالكم وجربوا اقتنصوا الفرصه، في مومنتوم معين عمره 6 أسابيع يجب على لبنان ان يلتقطه والا رح تكونوا بكارثه. من لبنان رح ابدا معك، عم بتشوف انت فعلا انه لبنان ملف قوي اليوم على طاوله القمتين؟ يعني نحن حكينا عن قمه جده، هلا رح فوت عندي كم سؤال لك فيها، وعندنا القمه اليوم اللي هي قمه ثلاثيه بطهران، اللي هي هل هي ردا على قمه جده واين لبنان منها؟ تفضل. يا سيدتي أريد أن أبدأ بالقول بأن لبنان الآن هو الذي سيقرر السلم والحرب، ليس في منطقة الشرق الأوسط وإنما ربما في العالم بأسره. لبنان الآن حقيقة اتخذ موقفا شجاعا عندما أمهل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي 6 أسابيع، إما أن تتجاوبوا مع مطالبنا بالكامل وأن تسمحوا باستخراج الغاز والنفط اللبناني، وإلا فإن الحرب قائمة. وهذه المسيرات الثلاثة التي يعني حلقت فوق صاروا أربعة كيرش. نعم صاروا أربعة. حكم امبارح إنه في مسيرة كمان. الله يعمر بيتك، الله يكثر منهم. يعني احنا بنسعد عندما تكون القوة هي اللغة التي يستخدمها لبنان والعرب جميعا في مواجهة هذا الاحتلال وهذه الغطرسة الأمريكية. فأعتقد أن هذا إنذار،
هذه المسيرات هي انذار. اليوم مسيرات استطلاعية، غدا ستكون مسيرات انتحارية، وقد تضرب المنصات النفط الإسرائيلية. والسيد حسن نصر الله قال بالحرف الواحد أن كل الشاطئ الفلسطيني المحتل وما عليه من منصات نراقبه بدقة ونعرف كل منصة أين تقع، وهذا ربما التمهيد لضرب جميع هذه المنصات. والمقاومة تستطيع أن تفعل ذلك سواء بالصواريخ الدقيقة أو بالمسيرات المتقدمة. يعني كلامك بيعني انه نحن رايحين على حرب. هلا اكيد كل الحكي انه هيدا الاحتمال كتير كبير، بس مين بده يعمل الحرب اليوم؟ اذا كنت عم بتقول لبنان اليوم سيقرر السلم والحرب، واذا كنا عم نقول انه اسرائيل وامريكا هي احوج ما تكون اليوم الى الترسيم، وراح تقدم كل شيء، ما بدنا نسميها كثير تنازلات ونروح بخيالنا، انما راح توصل بمحل بانه تعمل مفاوضات ايجابيه مع لبنان لحتى تنجز هذا الترسيم لحاجتها لاستخراج الغاز وعدم تهديد انابيب الغاز وايضا عمليه استخراج الغاز، يعني البواخر والشركات. طب ليش لبنان اللي هو قادر اليوم يرسم، عند مين المشكلة؟ لكن إذا بده لبنان يرسم وقادر يرسم وراحوا بالتفاوض بالمفاوضات وهني عم بيقولوا إنه الأمور إيجابية، طب مين اللي بده يعمل الحرب؟ لكن ليش الحرب؟ يا سيدتي ما حدا بده حرب. يا سيدتي لبنان الآن منذ عام 2006 لم يخوض أي حرب ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا أحد يريد هذه الحرب، لكن إسرائيل تفرض هذه الحرب. طيب لبنان يتفاوض منذ أكثر من عام على اللي هي ترسيم الحدود البحرية، وإسرائيل تماطل وتناور. طيب لحتى وعدين أرسلت اللي هي السفينة اليونانية من أجل استخراج الغاز من الأماكن بين قوسين المتنازع عليها. نعم؟ أي طيب يعني في ظل هذا، يعني ماذا، ما هي الخيارات التي بقيت للبنان؟ يعني لماذا لبنان لا يستطيع استخراج نفطه وغازه في الوقت اللي عنده أزمة خبز وأزمة كهرباء وأزمة مية وأزمة مواصلات وكل الأزمات؟ طيب كمان يعني ليش سوريا لا تستطيع كمان استخراج نفطها؟ ليش فلسطين لا تستطيع إخراج نفطها وغازها؟ يعني طب هذا يعني نضل واقفين هيك قاعدين ومشبكين إيدينا ونقول تفضلوا يا إسرائيليين اسرقوا غازنا واسرقوا نفطنا وشكرا لكم على سرقتكم؟ يعني هذا أمر غير مقبول على الإطلاق يا سيدتي. يا تمام، يعني أنت عم بتقول إنه إسرائيل عم تعطي أجواء كذابة، إلا لما عم تحكي إنه هي وأمريكا إنه نحن قادرين نوصل بمفاوضات إيجابية مع لبنان، وإنه هي لن تسمح للبنان باستخراج الغاز، هيك منفهم منك؟ والله خلص كريش مقابل قانا، وخلينا نستخرج اثنيناتنا ما بيأثر طالما إنه الحاجة لا إسرائيل وأمريكا أكثر بكثير هلأ تعتبر بظل على بواب الشتاء، يعني لحتى تستبدل الأنابيب الروسية بالأنابيب الإسرائيلية. طبعا نحن عم نحكي أنه قبرص ومصر رح يكونوا مشاركين بهذا الاستخراج. يا سيدتي يعني هذا الكلام يستخرج لبنان؟ نعم ممنوع يستخرج لبنان. ليش ما يستخرج لبنان؟ إسرائيل استخرجت الغاز وصدرته لكل العالم. مصر استخرجت الغاز. هلأ عم تستخرج وعم تشفط. هلأ بنسألك عن الموضوع. ليش طبعا تسرق؟ هذا غازنا. هذا غازنا، غاز فلسطيني، غاز عربي، غاز مسلم. يعني كيف إسرائيل تسمح لنفسها أنها تسرق هذا الغاز وتصدره؟ كيف اليونان بتستخرج غازها؟ تركيا بتستخرج غازها. ليش وقفت على لبنان وعلى سوريا وعلى فلسطين ممنوع عليهم يستخرجوا هذا الغاز؟ هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. يعني تقولي لي والله أنا استبدال خط أنابيب روسية بأمريكية، ما في لا أنابيب روسية ولا أنابيب أمريكية، في غطرسة إسرائيلية، هذا هو الحل. والرد على هذه الغطرسة يجب أن يكون بالقوة. السيد نصر الله قال بالحرف الواحد، يعني الموت في المعركة أو الحرب أشرف بكثير من الموت جوعا. لماذا يموت لبنان جوعا؟ لماذا تموت سوريا جوعا؟ لماذا يموت الفلسطينيين جوعا؟ إذا كان أمريكا لا تريد حرب فلتتفضل وتستمع إلى المطالب اللبنانية المشروعة وتوقع اتفاق أو ترعى اتفاق، وبعدين ما في حرب.
فهم اللي بيدفعوا ناحية هذه الحرب وليس لبنان. وليس لبنان والله العظيم قدم كل ما يستطيع من تنازلات من تفاهمات من أجل إنهاء الحرب. وإيش النتيجة؟ صار لنا سنة بنستنى، سنة لبنان بيستنى الكهرباء من الأردن والغاز من مصر. طب ليش استنى سنة؟ وأمريكا قالت أنها ستزود لبنان بالكهرباء الأردنية وبالغاز المصري. طيب وين الغاز؟ وين الوعود الأمريكية الكذابة هاي؟ وينها؟ وريني إياها حتى أشوف. لبنان ما عنده غاز، ما عنده كهرباء، ما عنده مية، ما عنده خبز، والناس بتموت من الجوع، وبتروح 80% 85% من اللبنانيين تحت خط الجوع. طب لا أنت بده ينتظر لبنان؟ والله والله الموت بكرامة أشرف مليون مرة. طب خليك معي استاذ عبد الباري، لانه ربطا بهالنقطه بالتحديد بدي اسال استاذ نيكولا. نحن اذا بلشنا رسمنا وبلشنا ننقب تنقيب واستخراج وصبح لهالشركات الكبيره العالميه انه تمشي مثل من قبل، يعني تعطي تقارير انه ما في عندنا شيء مثل ما عملت بلوك أربعة، قد ايه ايمتى لبنان ببلش يستفيد من هذه الثروه لردم الهوة باقتصاده الهوة النقديه والماليه؟ استاذ عبد البار لو سمحت اسمع معنا هذا الجواب لارجع كفي اسئلتي معك. اول شيء انا بتشكر استاذ عبد الباري على التوضيحات الاله، بس انا مني معه، انا ضد الحرب، لانه اذا بنعمل حرب يعني بيتدمر الاقتصاد، اقتصادنا مدمر بعده. بنعرف انه كل حروب العالم دمرت اقتصاد بلادها، شفنا شو صار بسوريا. هو مع الحرب، هو قال بلا، هو قال هو قال بدنا نعمل ضغط ولازم نحن الحرب، نحن مع الحرب. قال نحن ما حدا بده الحرب، بس اذا اسرائيل كفت غطرستها بدها عم بتجرك لحرب، عم بتجرني حرب. أي. متفقين نحن، بس نحن ما بدنا حرب، نحن ما بدنا حرب لانه حرب بيضرب الاقتصاد. لانه اذا ما بدنا حرب شو بنعمل؟ لانه نحن، لانه قال انه بدنا امريكا وعدتنا بالكهرباء. اوكي، ليش نحن ما بنعمل شركه كهرباء ونخلص منها؟ بتكلف 600 مليون دولار، عم نصرف كل شهر تقريبا بتثبيت سعر الصرف 600 مليون دولار، بنعمل شركه كهرباء ولا متكل لا على امريكا ولا على اسرائيل ولا على الاردن ولا على العراق ليجيبوا لنا كهرباء. بس في مشكله داخليه عندنا، يعني هي ما لازم ننسيها. هلا على كل حال لرد على سؤالك، اليوم اذا نعرف اذا بعده معنا استاذ عبد الباري. يا سيدتي، يا استاذ نيكول، يا استاذ نيكول، يا استاذ نيكولا، نيكولا اسمعني حبيبي. طيب بدك كهرباء، محطه كهرباء، بدك مازوت، انت ما عندك مازوت تشغلها، امريكا مانع المازوت عنك. يا حبيب قلبي، في عندي 9000 موتير بلبنان عم بيصرفوا مازوت 5 مرات قد شركه الكهرباء. في عندنا مازوت، في عندنا كل شيء. اسمعني اليوم، اذا عملنا حدود وبلشنا التنقيب، بدنا بين الخمسة والسبع سنين لنبلش نطلع غاز بعد ما ركبنا الأنابيب لنصدرها. دونك اليوم أكيد 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 ركبنا الأنابيب، لأن إحنا ما رح ناخد نستعمل أنابيب المركبة خالصة، بدنا نوصل عليهم. بس ما نوصل عليهم، بس في عندي شي 500 كيلومتر تطبيع الأنابيب، بيصير تطبيع الأنابيب. دونك اليوم بدنا تقريبا بين الخمسة والسبع سنين. اللي عم بيقوله الأستاذ أكيد حقنا، هيدا حقنا، حقنا، هيدي ميتنا. كيف هلا قديه 50 كيلومتر بالطالع عم بالنازل، هيدا عم بيتفقوا عليها. وأنا بطلب من لبنان يروح على مجلس الأمن أول شيء ويقول لهم يا أخي حقنا نحن 29. ما بس لبنان ما بده يفوت بهالديباجات حتى نفوت بخطورات تدميرية للبلاد. ما لازم بقى نعمل حرب بلبنان، لازم نستحصل على حقنا على آخر متر وعلى آخر شبر بلا حرب بالمفاوضات إذا فينا. هلا إذا تهجموا علينا أكيد نحن مندافع عن حقنا، بس نحن نفوت بحرب. لا ضروري يتهجموا عليك، عم بيقولها إذا أخذوا لك غازك. معقول يتهجموا علينا؟ ليش مش معقول؟ ما حدا بيقول مش ضروري يتهجموا عليك، مجرد ما عم ياخذوا غازك يعني عم يتهجموا عليك. مزبوط، هيدي أنا متفق معه 100% عليها. هلا اليوم مردود الغاز فيكون هائل للبنان ولا سوريا ولا فلسطين ولا قبرص لكل العالم. اوكي، لانه من اكبر نقط غاز بالعالم اسمها ليفيتنت. اوكي، هي قدام لبنان بين قبرص بين اسرائيل وفلسطين وشويه مصر. دونك اليوم هيدي عم بيتخانقوا عليها، على البحر رح يحط ايده عليها رح يصور كتير كتير غني. دونك اكيد عم بيجربوا ما يخلوا لبنان يسحب منا غاز، لانه زيت النقطه يعني مثل بير، مثل مي تحت الارض، بتنقري بير هون وبتنقري بير هون، هي زيت هي زيت من تحت، هي زيت كمان. هلا في نقط غير محلات، ليش ما نبلش نستخرج بالاربعه وبالسبعه وبالسته وبالتسعه؟ ليه ما بنعملها؟
في عندنا كمان قرار داخلي بدنا ناخده، بلش تستخرج هيدي ميتنا والبطل يجي يشوف. يعني ما اخذت قرار داخلي، اجت قالت لك شركه توتال انه ما في غاز، غيري توتال، غيري توتال، ما في غير توتال بالعالم، في عندك مليون شركه. ايه بيستمنوا الروس حلو، يعني بتتوجه شرقا. توجه نحن بنتوجه اللي بيرد لنا سيادتنا بهالبلد، انه نحن بدنا ننطر توتال. يعني هلا بتوافقوا هيدا الراي استاذ؟ في مليون شركه، في شركه شرك بسنغافور، في شرك بالارجنتين، ليش بدنا نروح شرقا وغربا ويمين وشمال؟ في شرك فنلنديه، ما بدك تعرف الديل مع مين، الصفقات هي. مع مين نحن مشكلتنا هي الديل والاتفاقات الداخليه والتحاصصيه اللي وصلتنا لهون، اللي وصلتنا لهون وبعد عم تضرب. تفضل استاذ عبد الباري. يا أستاذ نيكولا، ما أجاكم المزود إلا بعد ما وصلت الناقلات الإيرانية للبنياس السوري، قبل هيك ما أعطوكم مزود ولا أعطوكم شيء. هذا إحنا عارفينه وإنت عايش يا أستاذ نيكولا. هذه نقطة. نقطة ثانية بتقول إن إحنا نروح لمجلس الأمن، طب ما لبنان راح لمجلس الأمن مليون مرة. إحنا كفلسطينيين، وأنا بحكي لك من 50 سنة وإحنا بنجري على مجلس الأمن، 70 سنة وإحنا رايحين لمجلس الأمن. إيش عملنا مجلس الأمن؟ هذه ثالثا يا أستاذ نيكولا، طيب ما في شركة إيني الإيطالية، وفي شركة توتال الفرنسية، وفي شركة روسية متعاقدة مع لبنان، طب مين اللي عطل هذه؟ في مناطق مش متنازع عليها، لماذا لم تسمح أمريكا وإسرائيل للبنان؟ مزبوط ولا لا؟ طب ليش إذا كان يا سيدي في ليش نروح على شركات جديدة؟ مش تم التعاقد مع 3 شركات كبرى لدول كبرى، مين اللي منعها؟ مين اللي راح تطفشها؟ امريكا واسرائيل، لانه بدهم يجوعوا لبنان، بدهم يذلوا لبنان، بدهم يفرضوا شروطهم على لبنان بالقوه. لا، انا في تقديري انا مش مع الحرب، ولا احد يريد الحرب واطلاقا، لا في لبنان ولا في الشرق الاوسط ولا غيره، لكن اذا دفعونا للحرب ليش ما نحارب؟ ليش ما ندافع عن كرامتنا؟ ليش ما ندافع عن عزه نفسنا؟ ليش ما نتصدى لهذه الغطرسه الامريكيه الاسرائيليه؟ لو كانوا بدهم يعطوا لبنان غاز لأعطوه من زمان، بس هم بدهم مش يعطوا لبنان لا غاز ولا نفط. يا أخي في 600 مليار دولار غاز ونفط لبناني، والشعب اللبناني ميت من الجوع، كيف نسمح بذلك؟ كيف نسمح بذلك؟ لا والله، إذا كان والله بدهم يدفعونا للحرب، يا سيدي لبنان حارب ولبنان بحارب، ولبنان هزم إسرائيل، حرر جنوبه بالكامل بالحرب، وصمد في عام 2006 في تموز 2006 وأهان إسرائيل وأذلها ودمر أسطورتها وجيشها الذي لا يهزم. فلذلك يجب ألا نخاف من الحرب. بدهم سلام أهلا وسهلا، بدهم يحلوا المشكلة سلميا بما يرضي لبنان والشعب اللبناني والدولة اللبنانية، أهلا وسهلا. شو ما حدا مع الحرب اللي اكيد اللي ما حدا مع الحرب يا استاذ، بس بدك تعرف انه الحرب لازم تكون اخر وسيله، لما عن جد عن جد عن جد ما عاد فيك تعمل شيء، حتى اخر وسيله ما لازم تستعملها، لانه اليوم اقتصادنا مضروب. حضرتك عايش بلندن، مانك عايش بلبنان. لما نحن عشان هيك نحن هيك لو الاستاذ عايش بلبنان بشوف الحل الاقتصادي، بقول انه ما لازم بقى حرب. العالم بتموت من الجوع، تظهر شوي من بيروت، هلا في شويه سياح بتشوف مطاعم، تظهر من بيروت بتطلع على عكار، بتنزل على جنوب عنا، يعني بتروح على البقاع، العالم بتموت من الجوع. انا بيجيني كل يوم بين 50 و60 تليفون دخيلك يا استاذ شيخاني، شو بدي اعمل؟ بدي طعمي اولادي. ما فينا نكفي هيك الحرب. ليك شو صار بأوكرانيا؟ بدنا نعمل حرب بعد؟ لازم نعمل مفاوضات مع مجلس الأمن لآخر دقيقة، لآخر نفس فينا، حتى نجرب. بس هو يمكن بالحرب، طبعا مش هيدا مش تنظير للحرب، بس أنا بدنا نحكي الوجهتين النظر. يمكن بالحرب تفرض على المجتمع الغربي وعلى الأمريكان وعلى الدول الإقليمية إنه يرجعوا يحطوا لبنان بسلم أولوياته، لأنه هلا المسيرات مهمة مثلا تعمل ضغط، بس لازم تكون يعني هيدي بإطار سياسة استراتيجية داخلية لبنانية متفقين كلنا عليها، مش كل واحد من مالته بروح بيفوت بيفتح حرب. ما فيك استاذ عبد الباري، مين رح يدعم لبنان هذه المرة بحربه؟ يعني نحن طبعا انت ما بي يعني بدل نظرتك ثاقبة اكثر وما بتلتبس عليك الامور، شو صاروا محاور المنطقة؟ فسر لنا، يعني مين مع مين صار؟
أنا بس بدي أقول للأستاذ نيكولا، أنا قبل 10 أيام كنت في لبنان وشفت رئيس الجمهورية وشفت اللي هو رئيس الوزراء وشفت كل ألوان الطيف تقريبا اللي بحب يشوفوني، في ناس ما بدهم يشوفوني، أهلا وسهلا. فيا أستاذ إحنا، أنا موجود في لندن، ما أمريكا موجودة في أمريكا وإسرائيل موجودة في إسرائيل، ليش إحنا ممنوع علينا نشوف لبنان ونشوف الأوضاع؟ يا أخي هذول أهلنا وأشقائنا، إحنا لازم نكون إحنا معاهم ولازم نتعاطف معاهم. والجوع، الموت جوع. طيب الناس جعانين، انت تفضلت وقلت الناس جعانين، طبعا انا شفت يا سيدي، انا رحت على مطعم في الحمراء، بيطلع لي صاحب المطعم بقول لي يا استاذ عبد الباري احنا بنعتذر ما عندنا خبز، ما عندنا خبز. قلت له طب كيف بدي اغمس الحمص يا استاذنا؟ قال لي بالبطاطا الحاره. يعني معقول لبنان نعمل حرب رجيم؟ لا بس لا. طب بدي اقول لك، طب ايش ايش الخيار؟ نموت جوع يعني يا استاذ؟ لا، موت الشعب اللبناني جوع يعني؟ الخيار. طب الاقتصاد، مين اللي دمر الاقتصاد؟ اللي دمر الاقتصاد امريكا واسرائيل والحصار اللي مفروض على لبنان، الفساد اللي دمر لبنان. استاذ نعم. انا متفق معك، لذلك ما حد، انا ما بقول طبعا اذا في والله حلول سلميه اهلا وسهلا، لكن الان احنا امامنا مثل ما تفضل سماحه السيد، امامنا حوالي 6 أسابيع. اذا استمر هذا الوضع يعني ما في خيار اخر. يعني أمريكا عندها 6 أسابيع، إسرائيل عندها 6 أسابيع، بتعاونوا وبيطلعوا الغاز للبنان أهلا وسهلا. وبعدين كمان نقطة يا أستاذ نيكولا، أول ما تحط أنابيب غاز كل العالم حيعطيك قروض، كل العالم حيعطيك مساعدات، لأنه عارف عندك 600 مليار دولار جاهزة. لكن بدون أنابيب، يعني بدون موافقة، هيدا الستامب. نعم مزبوط، مش ستامب الصندوق النقد، الستامب الأهم هو ستامب النفط. عم بيقول لأنه إذا 5 سنين لنستخرج، معناتها أخذت الساعة أنت قبل 5 سنين. في شغلة كتير مهمة، كل بلدان العالم أخذوا قروض قبل ما يطلعوا النفط، ما بحياتهم شافوا نقطة نفط. ليه؟ شوفوا البلدان أفريقيا، شو برجين الأرجنتين، شوفوا فنزويلا، كلهم يعني عندهم نفط بس عم بيدفعوا هالإنترست على القروض تبعهم، اوكي، ما عم تجيب لهم كفى نمو لبلادهم. دونك نحن بدنا ننتبه، يعني كل العالم، يعني هي نظرية خاطئة، انه بدنا ننتبه لها كثير. اكيد في بلدان غيرها كانت كثير خاطئة. قد عندنا بالبحر مقدرة؟ من اكبر كمية، اكثر من قطر عندنا. ما حدا بيعرف، انه توتال ما بتعرف. لا توتال بتعرف هي، لانا بتعرف، يمكن بتعرف وما بدها تقول لنا. بس احنا عندنا مقدرة، بقولوا اكثر من قطر. هي جاية من 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 ايجيبت، يعني من مصر رايحة لسوريا، كلها للبسان ليفيتان بسموه، ميري، مصر، فلسطين، إسرائيل، سوريا، لبنان وقبرص. هيدا من أهم خزانات الغاز. ليش مهم اليوم؟ اشتعانتوا لهلأ، نحن بعدنا مش نحن كان حقنا نبلش، بعد شوي نحن بطلنا 10 سنين مثل ما بلشوا إسرائيل، كان بلش نقب رقم 7 ورقم 9 ورقم 4 من 10 سنين، أوكي. بس معنى المشكلة عندنا داخلية، لو بلشنا من 10 سنين هلا كنا ركبنا البرجة وبلشنا نستخرج غاز. بس عندنا مشاكل داخلية بدنا نحلها، ما فينا بلا عطول نقول الـ يعني عندنا شيء 600 مليار دولار، فينا نقول 600 مليار، 600 مليار اكثر في، عن جد؟ ايه اكثر. هيدا الرقم عن هنا عم بيقولوا، عم بيتبين في اكثر، لو ما في اكثر ما بيتخانقوا عليه. في كثير، في كثير، يمكن في بلاد ما بده ينا نستخرج غاز من المنطقة عنا ومن غير منطقة، لأنه اليوم الغاز إذا استخرجناه، يعني قوة روسية، إذا بنحكي جيوبوليتيكية، القوة تبع روسيا والضغط الروسي على أوروبا، أوكي، بخف. لأنه هني هلا هيدي بارت تاني، هيدي كتير مهمة، هيدي جيوبوليتيكية. دونك مشان هيك يمكن ما بدهم يعني نستخرج الغاز، مش لأنه ما بحبونا، لأنه ما بدهم يخلوا روسيا تعمل ضغط انرجيتك على اوروبا. هلا فايتين على الشتويه باوروبا، بتعرف شو شتويه اوروبا؟ شتويه اوروبا كلهم بيتدفوا على الغاز، مش مثل عندنا مازوت وصنفاجات وخبار 20 تحت الصفر إيه؟ طب استاذ عبد الباري، روسيا اليوم لها ام قبل ما نحكي عن القمه، هل لها مصلحه باستخراج الغاز؟ يمكن من سنتين كان لها مصلحه اذا حاطه ايدها، بس اليوم بظل الحرب الاوكرانيه، حرب على أوكرانيا، إلى مصلحة أنه يتلقى لها بديل بيش بالمنطقة وأنه يستغنوا عنها بأوروبا؟ يا سيدتي، روسيا إلها مصلحة باستخراج الغاز، في شركة روسية متعاقد معها من أجل استخراج الغاز. لو روسيا ما بدها لبنان يستخرج غازه، ليش بتخلي أكبر شركة من شركاتها أن توقع مثل هذا العقد؟ يعني أنا لا أستغ... يعني هذه قبل الحرب، استاذ عبد الباري، قبل الحرب ومن خلالها بيقطع.
قبل الحرب هيدي استاذ عملوا يا سيدي قبل الحرب والنفط اللي يستخرج كان يستخرج من خلال هذه الشركه من خلال أساسي. روسيا فيا الانبوب التركي مش الانبوب يا سيدي يا استاذ نيكولا اسمعني يا سيدي روسيا اكبر دوله مصدره للغاز في العالم وبتيجي يعني روسيا وايران هي ثاني اكبر دوله مصدره للغاز في العالم ما سمعناهم ابدا بيقولوا والله ما بدنا الغاز القطري ولا بدنا الغاز المصري ولا بدنا الغاز الفلسطيني الاسرائيلي ولا اطلاقا تركيا الان هي التي ما راح يقولوا يا استاذ ما بيقولوا ما بيقولوا ما بيقولوا يا اخي ما بيقولوا طب يضغطوا بيعملوا استراتيجيه سياسيه ما بيخلوك من تحت الطاوله بس ما بيقولوا لانه هن اخذين ماركت شير اوريدي ما بدهم عم نحكي ايكونومي اخذين ماركت شير بالعالم كل واحد موزع العالم ايران بتعطي لها البلدين روسيا بتعطي لاوروبا كل واحد بيعطي لبلاده اذا اجى ماركت جديد اوكي فتح واعطيهم سعر الغاز اقل بسنت واحد سنت واحد بتوفر اوروبا 30 مليار دولار بالسنه سنت سو اليوم يا استاذ نيكولا روسيا غلت الاسعار حتى تفوت مصاري على بلادها لتقدر تعمل حرب انت نفسك قلت انه ما سيستخرج الغاز اللبناني الا بعد 5 سنوات انت تفضلت به مزبوط. طيب الحرب الاوكرانيه بدها تستمر 5 سنوات مثلا عشان روسيا تقول لا والله الغاز اللبناني بده يضارب على الغاز الروسي مثلا وبده والله لبنان بده يعوض اوروبا عن الغاز الروسي اللي لا مش نحن نحن 50 بس ما اسرائيل بلشت اسرائيل بلشت من عيون بتبلش تستخرج اسرائيل بلشت وفتحت الانبوب ومصر بلشت وصار في هذا الاجتماع المنتدى قبرص الاردن وأبرس مصر وقبرص رح تبلش وقبرص رح تبلش كيف بده يمرق الغاز اليوم نعرف انه تصدير اسرائيل للغاز انجا بكفي لاسرائيل هلا بعد 6 أشهر سنة رح يكمل مشان هيك عم يبعثوا البواخر حتى يكبروا هالأنابيب وهالتدفق يعني بدها تعمل اكتفاء ذاتي وتصدر ايه أكيد بدهم يبلشوا يصدروا كلهم بدهم يبلشوا مشان هيك صار في شوية حرب كمان نعرف إنه جيوبوليتيكيا بين تركيا وليبيا وقتها صار قطعوا الطريق على البواخر الحربية التركية حتى يقدروا يمشوا الأنابيب الغاز صار في قصة جيوبوليتيك بدنا نشوفها بدنا نشوفها بس من قصة لبنان نحن لبنان مش مبين على الخارطة عندهم نحن القصة هي كلها استراتيجية نفطية عالمية بسموها the oil curse الأستاذ بيعرف شو الأويل كيرس so it's very important إنه نطلع شو عم بيصير اليوم جيوبوليتيكية أكيد بدنا ندافع عن حقنا أكيد بدنا ندافع عن نفطنا أكيد بدنا ندافع عن كل شبر من بلادنا وحتى لو بدنا نعطي دم من حياتنا بس ما فينا نقول كله حق علينا وحق حق أمريكا حق لبنان على مش مبين بس عم بيقول لك إنه لبنان يقرر السلم والحرب بهيدي 6 أسابيع هي لبنان بده ما بظن رح يفوتوا حرب ما حدا ما هيدي استراتيجيه ضغط ما بظن رح يفوتوا حرب طب استاذ عبد الباري يعني رح يتدمر رح تدمر اسرائيل ولبنان وبعدين لا استاذ عبد الباري بدي فوت انا على الموضوع قبل ما ناخذ بريك وبدي اطلب منك ضل معنا لانه مهم الموضوع كثير انه عم يتاخد من برا يعني عم تعطي صوره لكل شيء عم بيصير جوا ولكن الصوره الخارجيه هي الاهم لانه هي عم تحدد الداخليه مهمه لانه سياديه ما حدا بياخذنا نفطنا ممكن لا ممكن انا قصدي تفاصيل تفاصيل اقتصاديه شو قلت ممكن ارد ولا بدك تروح للبريك الان لا بدك انا تفضل رد لانه عندي سؤال قبل البريك كمان تفضل يا استاذ نيكولا هاي لبنان يعني انتظر مجلس الأمن الدولي عشان يطبق قراراته بشأن جنوب لبنان إيش عمل لبنان؟ لبنان حرر أرضه بالحرب وبالقوة وبالمقاومة مزبوط يعني مزبوط. هذا علينا نتذكر هذا بشكل جيد جدا نحن يعني متذكرين وعاي يعني القصة نتشرف ونتشرف يا أستاذ نيكولا قرار تحرير الأرض لا يحتاج إلى إجماع وقرار تحرير الغاز والنفط اللبناني يجب ألا ينتظر اللي هي الحرتقات اللبنانية الداخلية هذا ثروة لبنان بتسرقها إسرائيل غاز لبنان بتسرقه إسرائيل نفط لبنان بتسرقه إسرائيل طيب إحنا نضل نستنى مجلس الأمن ونضل نستنى الوفاق اللبناني ونضل نقول لا والله إحنا بنتهرب من الحرب لا لبنان حرر أرضه بالمقاومة حرر أرضه بالقوة وإسرائيل لا الآن حقيقة
المبعوث الأمريكي بده يرجع على لبنان بمقترحات أفضل كثير. ليش؟ لأنه عرفوا أنه لبنان جاد بتحرير ثرواته. هذه المسيرات الثلاثة اللي صارت أربعة هي إنذار، وأنا في تقديري قرار الحرب في لبنان اتخذ بغض النظر عن وافق عنه الناس أو ما وافقوا، اتخذ لأنه هذا هو العلاج الأخير لاستعادة الثروات اللبنانية وإعادة لبنان للرخاء بأي صورة الاقتصاد وللقوة. شو شكل الحرب؟ يعني هل هي معادلة الدرونز فقط؟ مش نعم يا سيدي، لا مش بس يا ست ليندا اسمعيني، مش معادلة الدرونز، في 150 أو الصواريخ البعيدة المدى. يا سيدتي في 150 ألف صاروخ دقيق عند لبنان، في مئات ربما آلاف الطائرات الدرونز المتقدمة جدا. يا سيدتي اسمعيني، غزة 150 ميل مربع، غزة عزلت إسرائيل عن العالم لمدة 11 يوما، ولولا تدخل بايدن واستجداء السلطات المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار لراحت تل أبيب وراحت حيفا، هم اللي استجدوا، نتنياهو اللي استجدى. فهذه غزة الصغيرة اللي أطلقت يعني حوالي يعني 4000 صاروخ. طب كيف لبنان؟ فلذلك يجب أن نثق بأنفسنا، نثق بقدراتنا. إحنا العدو هو اللي بيجوع لبنان، هو اللي بيدوع جوع أكثر من 4 إلى 5 مليون لبناني، هو اللي بيهيل لبنان، هو اللي دمر اقتصاده. فإحنا علينا أن نتوافق مع بعض ونقول لإسرائيل والله إحنا جربنا كل الطرق، رحنا لمجلس الأمن، رحنا للأمريكا، رحنا للوسطاء في كل مكان، ما حلتونا هالأزمة، وإحنا بنجوع. 85% من الشعب اللبناني بجوع، إحنا ما بنحكي عن 15% اللي مترفين ومزبطين وحالهم كويس، لا، إحنا بنحكي عن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، مسيحيين وسنة وشيعة وأرمن وكل الجنسيات وكل الأصول بيجوعوا يا أستاذ نيكولا. طب ولا إمتى حنستنى؟ وبعدين إنه إحنا يعني امتى بدنا نستنى الغاز والمصري والكهرباء الاردنيه واحنا الكهرباء الاردنيه في لبنان غاز يعني بس تتحرك باخره من بس تتحرك باخره من ايران بيجوا. اذا هلا مشيت باخره من ايران على لبنان بيجي الغاز المصري. بدي اقول له للاستاذ انه مرتجي بتجي على لبنان بتشرف ناخذ قهوه سوا يعني نتغدى لنحكي اكثر بالمواضيع المهمه للبنان. شرف كبير لي. طب أنا بس بدي تجاوبني على سؤال المحاور قبل ما فوت على بريك، وبدي أطلب منك تبقى معنا لأنه عنا بس بدنا نحكي عن قمة اليوم. مين اليوم محور ضد مين؟ يعني بعدنا عم نحكي محور إيران، عراق، سوريا، لبنان ضد أي محور بالمنطقة، لأنه قرقاش اسمعني قال بدكتور أنور قرقاش اللي هو بده اللي اعلن انه رح يروح سفير الامارات على طهران قريبا، قال لن نكون جزء من اي محور ضد ايران. عم نشوف والناتو ما بقى حدا عم يحكي فيه، الناتو العربي اللي هو بده تقوده اسرائيل. طب كيف اليوم الصوره شوي التبست علينا؟ لا بالعكس، الصوره واضحه جدا. اولا روسيا هزمت في أوكرانيا، أمريكا هزمت في أوكرانيا، هذا واضح جدا اقتصاديا وعسكريا. الآن روسيا تسيطر على خمس الأراضي الأوكرانية بالكامل. الآن الروبل الروسي حوالي 54 مقابل الدولار، وبداية الحرب كان 144 روبل مقابل الدولار. الآن روسيا كل يوم بدخل على خزانتها مليار دولار من عوائد النفط بعد ارتفاع أسعاره من 40 أو 50 أو 60 دولار إلى 120 دولار، وربما يصل إلى 150 دولار. فهذا الصحف البريطانية والصحف الأمريكية تقول هذا الكلام، وليس عبد الباري عطوان، يعني ليست أمنيات. فالآن يعني هذا المحور الجديد اللي بتبلور القمة الثلاثية في طهران هذه ستكون ردا على قمة جدة.
ردا على زيارة بايدن. الآن روسيا قادمة إلى طهران حتى تتعلم كيف استطاعت طهران أن تصمد تحت العقوبات لأربعين سنة. أيضا روسيا تريد التنسيق وتكوين اللي هو محور جديد، محور البريكس، وتنضم إلى إيران. هذا المحور يضم الصين وروسيا وأفريقيا الجنوبية والهند والبرازيل، والآن إيران ستكون عضو في هذا المحور وهو محور منتصر. الآن إيران ربما تحصل على صواريخ S-400 الروسية، وسمعنا أن هذا حكى سلوفان اللي هو مستشار الأمن القومي الأمريكي، قال إيران صدرت طائرات مسيرة متقدمة جدا لروسيا. الأمور بتتغير، وإحنا يجب أن نكون مع المحور المعادي لأمريكا أو الذي يقف ضد أمريكا. أمريكا أهانتنا لمدة 80 سنة، سيطرت على الشرق الأوسط. كيف الشرق الأوسط الآن بسبب هذه الهيمنة الأمريكية؟ أمريكا حروب 80 سنة وهي حروبها في الشرق الأوسط. عندنا الآن فرصة ذهبية، الحروب أصبحت في أوروبا. خلينا إحنا نكون مع المحور اللي بيبعد الحرب عنا. والأستاذ نيكولا قال إحنا بدناش حرب. طيب أمريكا بايدن بده يجيب الحرب إلنا، طيب ليش إحنا نخش في حرب؟ وليش نخش في حرب ضد إيران؟ ليش نحارب إيران إحنا؟ إيش عملت لنا إيران؟ إيش جابت مازوت لبنان، جابت رخال لبنان، وقفت مع لبنان في كل أزمات، تقف مع فلسطين. بس ما تنسى استاذ عبد الباري، ما بدنا نحارب حدا. تكنولوجيا الصواريخ، هلا نعم. هو رايه عم بيقول لك انه هو ما ضد الحرب، بس انت في قوى سياسيه بلبنان عم تعتبر هناك احتلال ايراني في لبنان، عم يبلشوا يتعاطوا بهيدا يعني يحطوا سلوغون الاحتلال الايراني، يعني انه التعاطي معه كاحتلال، والقوى السياسيه اللي انت بتعرفها. على كل حال انا اضطريت مضطره فوت على بريك، ومن بعدها بدي تجاوبني على هيدا السؤال، وبدي كمان جاوبني اذا عم تحكي كل هيدا الامور معناتها القمه الثلاثيه التركيه الايرانيه الروسيه بطهران ليست الدول الراعيه لاستانا كرمال شمال سوريا، لا معناتها في اتفاقيات عسكريه وفي أمور استراتيجية أكبر بكتير رح تحكي لنا عنها، ولكن بعد الفاصل الإعلاني. نعود مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من السياسة اليوم مع ضيوفي بالاستوديو، الخبير المالي والمصرفي أستاذ نيكولا شيخاني، ومن لندن أستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم. اسمح لي أستاذ نيكولا، أستاذ عبد الباري جوابك على سؤالي أنه إذا كانت هذه القمة الثلاثية التي تنعقد اليوم يعني يفترض وصلوا على إيران، هيدي مش كرميل سوريا مثل ما كان نحكى قبل وتروج لأنه ليست ردا وهي فقط لكرمال العملية العسكرية لتركيا على منبج وتل رفعت المناطق الملتهبة، لا عم نحكي بترتبت من باب أستانا الدول الراعية للسلام بسوريا، ولكن الهدف الأساسي منه هو الرد على زيارة بايدن اللي هي أصلا أنت اعتبرتها فاشلة، وطلع خالي الوفاد، بدأت بقبضة وخرجت بلا نفط، وبالنهاية في اتفاقيات بدها تكون عسكرية اللي بلشت وحكيت فيها قبل الإعلان. تفضل يا سيدتي. سوريا موجودة، سوريا حاضرة، سواء حاضرة كجغرافيا أو كسياسة أو حاضرة بشخص السيد فيصل مقداد وزير الخارجية السوري. يعني ماذا يفعل السيد مقداد في طهران؟ رايح يتشمس؟ رايح يأكل تمن يعني إيراني؟ لا، هو لأول مرة يا سيدتي. إحنا بنتابع الأمور بشكل جيد، دائما ماذا يحدث؟ قمة روسية إيرانية أو روسية تركية أو تركية إيرانية، بعدين تقوم إيران بإرسال وزير خارجيتها إلى سوريا من أجل إطلاع السوريين على ما جرى اتخاذه من قرارات وما تم مناقشته من قضايا. لأول مرة يكون الوزير الخارجية السوري في طهران. طيب لماذا؟ لإطلاعه على المفاوضات، وربما حتى لا أستبعد يعني لقاء بين السيد فيصل مقداد
وبين اللي هو الرئيس رجب طيب أردوغان أو الوفد المرافق له. نحن نعرف أن هناك اتصالات على مستوى الاستخبارات بين تركيا وبين سوريا. الآن ربما هناك أرضية للتوافق لحل مشكلة الشمال السوري وانسحاب سوريا من الشمال السوري مقابل اللي هو العودة إلى اتفاق أضنة. ما هو اتفاق أضنة 1998؟ اتفاق أضنة ينص على التنسيق بين سوريا وتركيا من أجل تأمين حدود الدولتين، والرئيس بوتين طرح العودة لهذا الاتفاق أكثر من مرة، لكن تركيا هي التي عارضت. الآن بوتين المنتصر في أوكرانيا يريد إحياء هذا الاتفاق وحل المشكلة بين سوريا وتركيا. أعتقد هذا هو الموضوع الأساسي في هذه القمة، لا أزتانا ولا ما يحزنون. طيب تركيا وين اليوم؟ يعني اجر بالبور واجر بالفليحة، يعني لأنه منعرف أنه هي دائما بتحسب عندها خطوط لإلها خاصة. بس تركيا هل ممكن أن تذهب مع طهران إلى النهاية وروسيا؟ يا سيدتي يعني تركيا الآن في حالة ضياع، عندها الاقتصاد التركي في تراجع مستمر، انتخابات قادمة في العام القادم بعد أقل من عام، الرئيس أردوغان التضخم في تركيا وصل إلى ما يقرب 80%، والأستاذ نيكولا يعرف هذه الحقيقة. تركيا الآن يعني المعارضة استطاعت تجميع صفوفها، وقد لا ينجح الرئيس أردوغان في الانتخابات القادمة، وإذا جاءت المعارضة ستغير النظام وستغير كل شيء على الأرض. الآن ليس أمام الرئيس أردوغان لإنقاذ نفسه إلا التنسيق مع تركيا والمصالحة مع سوريا. هذا هو هذا هو المستقبل، مصالحة مع سوريا طبعا، وإيران مع إيران أصدق. نعم، إيران قامت بوساطة بين تركيا وبين سوريا، وهذه الوساطة أنا في تقديري أثمرت عن مشاركة الرئيس أردوغان في هذه القمة الثلاثية، وستكون ترتيب الأوضاع على الأرض السورية أهم القضايا المطروحة حاليا، وبما يؤدي إلى اللي هو إلغاء الخطة التركية لاجتياح الشمال السوري. الآن تقدم هدية لسوريا بشار الأسد. لحظة بس، الرئيس بشار الأسد لعب ورقته أو لعب أوراقه بشكل جيد، الآن استطاع أن يعيد الأكراد إلى الدولة السورية في شمال سوريا، وهذا خطة ناجحة جدا، وإذا استمر هذا التنسيق بين الأكراد وبين الحكومة السورية بين الدولة السورية هذا سيعني يعني دمارا لتركيا. يعني تركيا لا تستطيع أن تقاوم هذا التحالف الجديد يعني وتقوم بغزو أو اجتياح لشمال سوريا. الآن سوريا تلعب أوراقها وبالتنسيق مع روسيا، وتركيا الآن التي راهنت على المحور الأمريكي على الحرب في أوكرانيا وأرسلت طائرات الدرونز برقدار لأوكرانيا، تركيا بدأت تدرك بأن هذا المحور الروسي الصيني الإيراني الهندي هو الناجح، هو الفائز، هو المنتصر، فلذلك تريد أن تجد لها مقعدا في هذا المحور. عم تكوع بنقول نحن عم بتكوع. طب بدي أختم معك بأستاذ عبد الباري بسؤال. طبعا أنا عندي كتير تعليقات بس ولكن خلينا نستفيد من الوقت. أستاذ عبد الباري بدي أختم معك بسؤال، قمة بايدن مع مجلس التعاون الخليجي، خليني أقول مع الرياض اللي هي كانت الأهم بعد هذه القطيعة، اللي كانت أهدافها ثلاثة. أول شيء زيادة الإنتاج من 1350 لـ3 ملايين لأوبك. ثاني شيء التطبيع من الذي يفترض أن يكون من رحم الدول، مش هيك، مش تطبيع مبطن. وثالث شيء الناتو العسكري للشرق أوسطي. شو حققت من الثلاثة هذه الزيارة؟ وهل فينا نقول ستعود المياه إلى مجاريها ما بين أمريكا والرياض؟ لأنه ما شفنا أبداً هيك مشهد. أنا بتحدث عن رأيي. أولاً الرئيس بايدن مني
بهزيمة وبإذلال غير مسبوق. لم يستقبل في مطار جدة إلا من قبل الأمير خالد. أمير منطقة مكة له خالد الفيصل، وأيضا في الوداع لم يكن في وداعه إلا الأمير خالد الفيصل والأميرة الهريمة بنت بندر بن سلطان، بينما الأمير محمد بن سلمان ذهب إلى المطار واستقبل جميع الدول المشاركة، مصر والأردن والإمارات ودول الخليج. نعم، فهذا دليل. أول ثاني شيء إنه اللي هو إعلان القدس اللي تبناه بايدن مع دولة الاحتلال، اللي هو الدخول في حرب ضد إيران في حالة إنتاجها أسلحة نووية، هذا الإعلان قبر في اللي هو قمة جدة لسبب بسيط، لأنه لم تلتزم أي من الدول التسعة المشاركة بأي عداء لإيران. مصر قالت نحن لن ندخل في حرب أو عداء لإيران، وإيران دولة صديقة وتتفاوض معها حاليا في مسقط. نفس الشيء الإمارات قبل يوم من القمة أرسلت سفيرها عائدا إلى طهران. نعم، والأردن وزير الخارجية الأردني قال بالحرف الواحد إيران ليست عدوا ونحن نريد فتح صفحة جديدة مع إيران. هذا يعني الناتو العربي سقط بشكل مريع، بشكل يعني مخزي بكل معنى الكلمة. بالنسبة للنفط، إن السعودية قالت إنه إحنا بنرفع أسعار، بنرفع إنتاج النفط، لكن يا سيدتي أنا مطلع على الدراسات والأستاذ نيكولا أكيد مطلع عليها، إنه ما آخر تقرير لمنظمة أوبك قالت بالحرف الواحد أن العالم يحتاج إلى 3 ملايين برميل من النفط يوميا كزيادة لمواجهة الطلب المتزايد على النفط. يعني حتى لو أوبك رفعت إنتاجها هذا ليس من أجل إرضاء أمريكا وتخفيض الأسعار البنزين في أمريكا، لا، سترفعها لأن الأسواق بحاجة إلى 3 ملايين إضافية. وهذا من الذي يعني ممكن توزيعه على دول أوبك مثلما جرى توزيع هذه الزيادة من خلال اتفاق أوبك بلس اللي أصاغته روسيا بالتعاون والتنسيق مع المملكة العربية السعودية. أمريكا خسرت هيبتها، أمريكا خسرت كل قيمها لما يعني تخلت عن حقوق الإنسان. الآن بايدن في ظل في وضع صعب جدا، وأمريكا في الشرق الأوسط تتراجع وبشكل متسارع. وأنا أنصح اللبنانيين، إخواننا اللبنانيين، أشقائنا في لبنان، أن لا يتعاملوا مع إيران على أن يتعاملوا مع أمريكا على أساس أمريكا التي كانت قبل 40 عاما أو بعد الحرب العالمية الثانية. أمريكا الآن لم تعد القوة الرئيسية. توني بلير اللي هو مهندس السياسة الغربية قال بالحرف الواحد إنه الآن روسيا والصين هما القوة الحقيقية في العالم. أمريكا لم تعد الدولة الوحيدة، أمريكا تتراجع، الغرب انهزم في أوكرانيا، الغرب لم يعد يسيطر على العالم مثل ما كان عليه الوضع في الماضي. بدي أتشكرك أستاذ عبد الباري عطوان، رئيس تحرير جريدة رأي اليوم. هلكتيني هلكتيني، وبدي اعتذر منك، حراره 40 بلندن اليوم، متوقعين تكون. وانت قلتي لي نص ساعه، وانا الان عرق، كل جسمي عرق، ايش بدي اعمل لك يا ست ليندا؟ اسم الله معه. ونحن لانه حديثك تحليلك يعني طبعا بنكون عم ناخده، بنكون ناطرين انه نسمعه بس والامور بس انا طلعت فيك على كل حال، لقيتك انا بعد عندي اسئله بس لقيتك عرقت. قلت انا حرام لانه كان اوروبا اليوم تشتعل اليوم. بس انا بحيي الاستاذ نيكولا وبقول له انا يعني سعيد اشرب معاه فنجان قهوه ونتحدث اكثر، وبس شرط اساسي تكون انت موجوده كمان كشاهد على هاي. شاهد ما شافش حاجه. اذا الحرب انا شاهد ما شافش حاجه. بدي على كل حال رح يكون فنجان قهوة غني، لأنه أستاذ نيكولا عنده دراسات بكرة على كل حال، هلأ تتواصلوا مع بعضكم يمكن بيقدر تتبادلوا هذه الدراسات، عنده دراسات رائعة جدا يعني، وخرج أنه تقدر تشوفها وتطلع عليها. With pleasure أستاذ. إن شاء الله. بدي أتشكرك أستاذ عبد الباري عطوان، شكرا لك من لندن، شكرا لك. شكرا لكم، سعيد أكون معكم والله. يلا ناطرينك. يلا يلا. أستاذ نيكولا، أنا قبل ما فوت على نبلش بالموضوع الداخلي، القراءة اللي عملنا إياها يعني واليوم عم نشوفها اقتصاديا
اقتصاديا وإقليميا. العالم واقليميا كيف رايحه الامور، خصوصا انه شفنا انه مزبوط معه حق روسيا اليوم عم يعلى اقتصادها ولا لا؟ يعني الروبل اليورو صار بالارض، هيدي هيك كيف تقدر تشوف لنا اياها؟ انا اذا بتحطي لي موضوع الحرب على جنب معه 100% حق الاستاذ. يعني اليوم اذا بنشوف شو عم بيصير بروسيا، امريكا فكرت انه رح تضرب روسيا اقتصاديا وبكل شيء في سانكشن حطوه على روسيا، بالعكس روسيا قويت، غلت اسعار النفط، المانيا بين انه المانيا ما فيها تتخلى عن النفط الروسي، بين انه فنلندا ما فيها تتخلى عن النفط الروسي والغاز، عم نحكي الغاز، بين انه اوروبا بعدها ديبندنت، في عندك شيء اسمه ايكونوميك وور، يعني انرجيتيك وور، وروسيا حرب الطاقه، حرب الطاقه، وروسيا لعبتها بكتير قوه وبذكاء. هلا الطاقه الغاز رح يتصدر من اسرائيل ومن من 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 مصر، بعده مش كافي، ما بيعمل 10-15% من احتياجات اوروبا، عشان هيك عم يجرب يجيبوا سفن من امريكا من غير محلات حتى يعملوا اندبندنس انرجيتيك باوروبا. المانيا وفرنسا كانوا يتخلوا عن الطاقه النوويه، اليوم قرروا ما يتخلوا، يعملوا بوستبون شيء 4-5 سنين 10 سنين ليشوفوا شو رح يصير، يعملوا استراتيجيه للطاقه الداخليه الاوروبيه. هلا انا بزيد على اللي قاله الاستاذ، لانه اللي قاله كثير مهم، انه امريكا تراجعت مطرح ما كان، والبريكس، والبريكس كثير مهم، يعني البريكس عم بيعمل اليوم هالاليانس بين بين روسيا والهند والبرازيل وكل هالدول المحايده، كثير مهم. زياده عن ذلك، الحرب الاوكرانيه عملت شيء كثير مهم، امريكا كان بدها تفصل روسيا عن منظمه السويفت، يعني ما عاد في ترانسفير اوف ماني ثرو هالسويفت سيستم، كل البنوك العالم بيستعملوها الموجود بهولندا، ما قدرت، ما اول شيء ما قدرت، بس فتحت عيون روسيا على خلق الترناتيف لسويفت، وهون اللي وهون بلشت تفرض الروبل وبلشت تفرض انه مش بس هيك، هون بلشنا نشوف انه الدولار الامريكي يمكن ما يكون بقى هي المونيدو ريفرنس، يعني ايه هيدا اللي بدي اسالك عن جد نوصل لهون نحن. اذا بتكفي الاشياء مثل ما هي، اكيد روسيا رح يكون عندها سيستم السويفت تبعها، رح يكون في عندهم يمكن رح يسموه دولار البريكس، ويما عمله البريكس، لانه بلدان كبيره وعندهم نمو وعندهم اقتصاد وعندهم تصدير وعندهم برودكشن، اكيد فيهم يشكلوا اذا بدك ميزان توازن على الدولار وعلى الاقتصاد الغربي بكامله، ما لازم واحد يستخف فيها، والامريكان عارفين ليش ما بنتعلم نحن، لكن نستعمل ليرتنا وما بقى نشنقله لهالدولار. نحن ليره بالف خير. لا انه ايه، هلا نحن ما عندنا قوه الانتاج طبعا، وما عندنا قوه اقتصاديه، وما عندنا حجم يعني ما بنطلع شيء، بس يمكن نحن لو عطينا قيمه اكثر لعملتنا ما كنا وصلنا. نحن بدنا نجلس ميزان المدفوعات، ميزان المدفوعات في عندك ميزان التجاري، ميزان الخدمات، ميزان رأس المالي. التجارة أكيد نحن منصدر، بس بلد صغير نحن، نحن فينا نصدر خدمات، يعني برين عندنا نحن، أحسن جامعات بلبنان وأحسن شباب وصبايا معلمين، عم بدل ما يقعدوا بلبنان يخلقوا عمل وأشغال ليصدروا النوليدج تبعهم، عم بيتصدروا هن ذاتهم، عم بيتركوا البلد بيروحوا وبيشتغلوا غير بلبنان. اليوم لازم نخلق استراتيجية جديدة للاقتصاد الخدماتي بلبنان، يعني كونسلتينج، يعني انترنت، يعني ماركتينج، يعني هيدي بتطلع كتير مصاري، بتفوت دايركت فريش ماني. نحن بنقدر نعمل اشياء كتير، بس ناقصنا كهرباء وناقصنا انترنت، دونك اول شغلتين لازم نحلهم بهالبلد هن الكهرباء والانترنت. يوم امبارح عشية الساعة 12 قطعت الانترنت. انا عندي انقطعت، ما بعرف اذا عندي لا مزبوط. الكهرباء كمان كانت مقطوعه مقطوعه. بس اذا انفصلنا عن الانترنت، يعني انفصلنا عن العالم، انفصلنا عن عائله، انفصلت عن عائله تانية بقلب لبنان حتى. عم يسالوك بتتوقع اليورو بعد ينزل انه ياكل ضربات اكثر؟ مين عم يسأل، من اوروبا يا من امريكا؟ اليورو اليورو بس مين السؤال، من امريكا من اوروبا؟ لا هذا من المانيا. المانيا ايه، انا متوقع انه اليورو يكون شوي تحت ضغط، تحت ضغط، ومعقول يعني يطبعوا شوي زياده يورو ليرجعوا يعلوه على زيت الدولار، بس مش هلا. كيف يعملوها هاي؟ لما بيقشط سعر اليورو اوكي، بدهم يجربوا يجلسوا لسعر اليورو، يا امريكا بتطبع يا امريكا بتطبع، يا هن بقوا شوي اقتصادهم، لانه بينزل سعره عن الثاني بصير يصدر اكثر، بصير ارخص،
اوكي فهمت كيف؟ دونك هن فايتين باكليبر. اليوم اغير الاكليبر ليش؟ لانه في ضغوطات على اوروبا، في خوف اذا اليوم الروس قرروا مثلا مش بعرف يفوتوا على على يوغوسلافيا، ما بعرف حيلا بلد بتهز اوروبا كلها. نحن فايتين بازمه اقتصاديه عالميه، انت بتعرفي بعد سنه ونص، سنه سنه ونص اخر السنه، يعني بدنا نفوت بازمه عالميه على 5 سنين. وحرب اوكرانيا رح يكلف اوروبا لو ما خلص مليارات اليورو. بس هيدي هون انا رجعتني على الحرب. هلا نحن بدنا ناخذ اذا صار معنا وزير الداخليه جاهز ذكرني في هيدا السؤال، لانه رجعت اخذتني على الحرب، لانه دائما الحرب بتبلش بحرب اقتصاديه بترجع. والله هلا المره هالمره بيكون صوره هي بتبلش حرب بعدين هي حسب هي اقتصاديه بتاخذنا على الحرب. طاقة اقتصاد و خلينا ناخذ مع الوزير، مع الوزير زياد بارود. صباح الخير وحمد لله على السلامه. صباح النور لك وللصديق الحاج استاذ ديكورا. الله فيك. الحمد لله على السلامة. بس أنا ما حكيت من شو بحكي. السلامة دائما، السلامة دائما، سلام المرور تمني بمحله، السلامة للجميع. أصيب بكورونا معالي وإن شاء الله ما كانت خفيفة. الحمد لله تمام. لا أهلا اسم الله، يعني وجهك منور، واضح أنه استعدت كامل صحتك. معليك أنا سؤالي لإلك محدد اليوم، لأنه شايفين مسار مفركش، مش عارفين كله، شوي بيجيب من هون اجتهادات، شوي بيجيب من هون دراسات، ورايحين على نحن عنا شهر، طبعا بلشنا نحكي 6 أسابيع هولي غير، بس ولكن نحن عنا لأول أيلول هو بنبلش بالعد التنازلي للاستحقاق الرئاسي، ويدخل مجلس النواب بفترة أنه يتحول إلى هيئة ناخبة دائمة إلى حين انتخاب رئيس. اليوم كل الأضواء مسلطة على هذه الحكومة للرئيس مئاتي امبارح جمعة نص الحكومة تقريبا بالسراي، والرئيس الجمهورية اللي عم بيقول أنه لا بهيدي الحكومة مستحيل أنها تقدر تاخد صلاحيات، تتسلم صلاحيات بوجه فراغ رئاسي. أي مسار دستوري نحن ذاهبون إليه، وشو الصحيح بهالإطار؟ شوفي ليندا، يعني بتمنى بالأحسن، ولكن رأيي بضل رأيي بين أراء أخرى. يعني خلينا نكون هيك بهدوء ونعمل مقاربات لهي المشكلة بالسياسة أكثر ما هي بالدستور، وللأسف غالبا ما يستعمل الدستور كوجهة نظر وتفسيرات مختلفة وقد ما بدك، وعدد خبراء الدستور هائل، وكل واحد بيخيط ما بيلاقي مناسب. أنا بالنسبة لي الإشكالية الأكبر بهذا الموضوع هو إنه ما في حدا يحسم، لم يعطى المجلس الدستوري صلاحية إنه هو يحسم كيف نفسر هذا الدستور. هي من جهة، من جهة ثانية في بعض النصوص واضحة جدا، يعني مثلا المادة 62 واضح جدا انه عندما يحصل حضور برئاسة الجمهورية لأي سبب تناط صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء. هلا السؤال، أي مجلس وزراء إذا كان مكتمل الصلاحيات مثل حكومة الرئيس عبد السلام وقت صار في شكل رئاسي، أو حكومة مستقيلة هي تصريف أعمال، ما في بالسوابق ما في وضوح هذه المسألة، ولكن هناك وجهة نظر تقول أنه بين الفراغ الكامل وبين أنه حكومة تصريف أعمال طبق المادة 62 بالدستور وبالتالي تمارس صلاحيات الجمهورية وكالة، وإنما معنى الضيق لتصريف الأعمال، وفي وجهة نظر ثانية بتقول لا، حكومة تصريف الأعمال ما فيها تعمل، يعني بيحسم ما فيها عم بيحسم الحسم بعدين رح يكون سياسي، ورايحين بعد شوي إما على انتخاب رئيس أول الأول، وإنما رايحين إلى طرح السؤال بقوة. بتمنى ما نوصل إلى 1/11/2022 وبعد ما في رئيس، لأنه الفراغ بتمنى بس تطبيق الدستور بالقراءات المختلفة. الفراغ أكبر بكثير من هيك، الفراغ هو على مستوى إنه يواكب المرحلة الصعبة اللي عليها البلد،
كيف بنواكب هلا الاستاذ نيكولا كان على شق هو يعني الادرى بالموضوع والمعيشه، بس كمان في من يدير البلد؟ هل بنقدر الحالات الدستوريه تمرق ونتفاجئ فيها او نلتزم فيها او نتركها الى الفراغ؟ هذا بقى سؤال سياسي ومسؤوليه. نعم طب معليك اذا كنا نحن عم نحكي انه هيدي الحكومه بس بدها تكفي الاصلاحات وبدها تعمل اللي هي بلشته مع صندوق النقد، هي ودت 4-5 مشاريع قوانين على مجلس النواب، بس بعد عندها قوانين مهمه اللي هي القطاع المصرفي اللي هو اعاده تنظيم القطاع المصرفي، وبعد في هناك امور هي عمليا هلا بترجع بتحكينا عنها اكثر. بس ولكن حضرتك معليك بتقول انت بالدراسه اللي قدمتها ينص الدستور اللبناني بالماده 64 الفقره 2 لا تمارس الحكومه صلاحيتها قبل نيلها الثقه ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقله الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال دون ان يعطي تفاصيل اضافيه حول المقصود، يعني اللي كنت عم تحكي عن عباره المعنى الضيق التي تشكل اللي هي عم يعني كيف فهمها هو عم يساء فهمها، وبتقول انه هذا منقول من الفقه والاجتهاد الفرنسي اللي بترجع فيه لدستور الجمهوريه الثالثه اكسبيدي لي زافير كورونت اللي هو تصريف الاعمال باللغه العربيه. طب تصريف الاعمال اللي هو انت اصلا كثير اكدت عليه انه المعنى ضيق لتصريف الاعمال، لانه اليوم كثير سمعنا اصوات عم بيقولوا انه مين قال انه هاي الحكومه بتجتمع، مين حدد شو هي الصلاحيات الضيقه، يعني الحدود الدنيا او الحدود الضيقه من تصريف الاعمال. طب مين بيحدد؟ اذا عم تقول المجلس الدستوري ما بيقرر فيها، هل ممكن يرجعوا على مجلس النواب؟ خليني اقول لك سؤالك كثير بمحله، لانه نحن هلا بظل حكومه تصريف اعمال وفي رئيس مكلف، بس عنده كمان هو يترأس حكومه قائمه. خطا نعتبر انه حكومه تصريف الاعمال لا تعود قائمه، لا هي بتضل مستمره الى حين تكون حكومه جديده، وانما بحسب النص اللي ذكرتيه من شوي الماده 64 واضح جدا وما في انتباه انه لا تستطيع ان تمارس صلاحياتها الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، يعني ما فيها تعمل كانه بزنس از يوجوال، كانه الدنيا بألف خير، وكانه عم تمارس صلاحيات حكومه مكتمله الصلاحيات. ولكن غير عملت مرسوم استثنائي. ما هو مين بيحدد شو يعني المعنى الضيق لتصريف الاعمال؟ الدستور ما بيحددها اكثر من هيك، بيقول لا تمارس صلاحيتها الا بمعنى الضيق. الاجتهاد تحديدا مجلس الشورى الدولي بعده محطات، وبدون ما اطول بهذا الموضوع وزهق الناس، بس بالمختصر على الاقل بمحطتين مهمين، واحده بال 69 واحده بال 95. مجلس الشورى الدولي يلي هو المحكمه الاداريه العليا بث هذا الموضوع او شرح شو يعني المقصود بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، طبعا استند للاجتهاد الفرنسي كمان، وقال بكل وضوح انه المعنى الضيق هو انه ما تعمل الحكومه الا ما هو ملح جدا لسلامه البلد، لانه الامور المرتبطه بمهل دستوريه وقانونيه وكل ما لا يلزم الحكومه الجاي باللي هي يمكن ما بتريد تلتزم فيه. يعني اذا بدي اعطي امثله، بسنه 69 حكومه الرئيس رفيق كرامي وكانت حكومه تصريف اعمال اجتمعت لتقر مشروع الموازنه، لانه الموازنه مرتبطه بمهل دستوريه. حكومه الرئيس سليم الحص بال 79 اجتمعت ايضا وكانت حكومه تصريف اعمال لتقر مشاريع قوانين مستعجله. حكومه الرئيس ميقاتي بال 2019 وكانت مستقيله اجتمع مجلس الوزراء لتعيين رئيس محطة. بالتالي المعنى الضيق لتصريف الاعمال لا يعني الحكومه لا تجتمع اطلاقا، لكن طبعا ما بتجتمع بجدول اعمال فضفاض، بتجتمع بجدول اعمال من بند وحيد بيكون ملح وطارئ جدا وطارئ جدا. اذا بدي اطبق على اليوم على الحاله المعروضه امامنا اليوم، حكومه تصريف ما فيها تقول بطلت موجوده، ما فيها تقول ما بدي تمارس واجبات بالصلاحيات واجبات لازم تمارسها، وبذات الوقت ما فيها بتروح الى وكانه هي حكومه مستعده بالاعلام بفتره من الفترات تهمات مثل تعويم الحكومه، لا ما في شيء تعويم، في حكومه مستقله تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق، ومجلس الشورى بتقول شو يعني.
بس نوصل نحن للاستحقاق الرئاسي وما عندنا رئيس، هي بتضل حكومه مثل ما هي هلا، مش بتقول مثل ما يعني عم ينحكى انه بتصير حكما ميتة، حكومه ميته. لا، هي بتستمر مثل ما هي اليوم، حكومه تصريف اعمال بتضل مثل ما هي موجودة. اليوم بس برايي ما فيها تمارس صلاحيات الرئيس بشكل مطلق وكانه يعني هي حكومه مكتمله الصلاحيات. لانه دكتور الرفاعي بيقول غير هيك. عم بقول لك في وجهات نظر مختلفة وأنا ما عم بفرض رأيي، أنا عم بقول هذه وجهة نظر. مين بيحصل؟ تمام. سؤال أخير. تمام. مع الوزير سؤال أخير، نحن ابتداء من أول أيلول ببلش رئيس مجلس النواب يدعي لجلسات انتخاب رئيس، حكما بدأ أول شيء التلتين للإنعقاد، وكيف تصير دورات الانتخاب؟ بس لو سمحت بشكل هيك سريع للتذكير فقط. تمام، خلينا نبسط من اول ايلول المهله الدستوريه بتبدا، يلي هي بين شهر وشهرين من تاريخ انتهاء ولايه الرئيس. ولايه الرئيس تنتهي في 31/10، بالتالي من اول ايلول يستطيع رئيس المجلس ان يبدا بالدعوه الى جلسات انتخاب الرئيس. وفي كلام يعني عم نسمعه من عده مرجعيات وسياسيين انه لازم يتم اول مهله مش اخرها. هلا عمليا الدعوه الى جلسه الانتخاب تفترض انه اول جلسه، اول دوره بالجلسه، يعني خليني اميز بين الجلسه والدوره. الجلسه دعا اليها بتم محدد بساعه معينه، اول دوره هي اول برمي للصندوق اذا تعبير. بس قبل ما نبرم الصندوق بدنا نصاب. النصاب هو 86 يلي هو 86 نائب. هيدا النصاب يجب ان يكون طائب. من بعد النصاب بدك تشوفي الطريقه المطلوبه للتصويت. باول دوره بهي الجلسه مطلوب الثلثين، بعدين بصير بالنص زائد واحد يعني 65 نائب اللي بشكله يعني نص زائد واحد اللي بشكله مجلس النواب. هلا حتى هيدا التفسير بمرحله من المراحل كان اشكالي، وفي ناس كانوا عم بيقولوا في يعني دوره وجلسه، انه حتى لو رفعت الجلسه نرجع بعدين على دوره ثانيه. لا، اذا رفعت الجلسه عم نرجع جلسه جديده، بالتالي النصاب 86. وبعدين هلا حد هيدا الجدل الدستوري بالسياسه، بعتقد دائما المطلوب هو تعزيز شخص رئيس المنتخب بانه اكثريه من الذين صوتوا له مرتاحه تسمح له يقول انه هو يمثل فعلا على نطاق واسع. بكير بعد نحكي بهي المساله، بعتقد اول ايلول يعني منه بعيد، وعلى نشوف. هلا اذا لم يتمكن المجلس من انتخاب رئيس بايلول او باوائل تشرين، اخر 10 ايام من المهله يصبح بحاله انعقاد حكمي حتى ولو لم يدعى الى جلسه. بعتقد من المبكر الحديث عن هذا الموضوع. خلينا نشوف اوائل ايلول شو راح يكون الوضع. يعني 86 نصاب الجلسه، بعدين 86 بالدوره الاولى يحتاج الى اصوات، من بعدها بال 65 بالنصف زائد واحد، يعني بيصير الكل بالنصف زائد، بس بدورات مختلفه. نعم صح، بس بدورات مختلفه، نص زائد واحد، ما بننزل عن النص زائد واحد. لا ابدا ابدا. اوكي، هل انت مرشح؟ لا، هذا الموضوع مش ما راح ادخل عليه، تسمحي لي. نحن منشجع يعني. شكرا لك مع الوزير زياد بارود، على حال مسيرتك بتحكي عنك، بدنا نتشكرك على كل هذه التوضيحات. شكرا لك. يعني الحكي عن الصلاحيات، شو بعد بتقدر تعمل هذه الحكومة. ومبارح مضطرين ناخذ بريك، خلينا نفوت على بريك، وبدي اخذ تعليقك على اللي صار مبارح، هذا الاجتماع اللي حصل بالسراي. شو ما في ايرادات، ما في معاشات، هل منعطي معاشات من دوبل اذا ما كان في ايرادات، ومن نعلي الدولار الجمركي بالايرادات؟ كل هذه الاسئله بدك تجاوبني عنها، لكن بعد الفاصل الاعلاني.
نعود مشاهدينا إلى الجزء الأخير من حلقة السياسة اليوم مع الخبير المالي والمصرفي أستاذ نيكولا شيخاني. أنا قبل ما أحكي عن مبارح، لأنه هذه النقطة مهمة، يعني قبل اجتماع مبارح القطاع العام ومن أين يمكن تمويل هذا الدوبلة بالمعاشات، لأنه إحنا كنا عندنا سلسلة الرتب والرواتب اللي دفعتنا الثمن واتخذت بوقتها القرارات اللي اتخذت، اللي هن بلشوا قبل بسلسلة القضاة، واليوم كمان رجعنا بلشنا من القضاة، يعني كأنه التاريخ عم بعيد نفسه. لكن مئات محروق، يعني يبدو أنه ما رح يروح على خطوة مش محسوبة. قبل ما تجاوبني على هيدا السؤال، مبارح الحديث اللي كان للموفد الأمريكي أدوارد، أو هو رئيس مجموعة العمل الدولية، بيقول أنه لبنان يتجه ليصبح دولة فاشلة إذا لم يطبق الإصلاحات بسرعة. ولا عم بفهم منك أنه هيدا الجافي اللي هي فاتف اللي هي بتعطي هذا التصنيف، شو يعني؟ ليش نحن مش دولة فاشلة؟ ما تصنفنا ماينس ماينس كل الوقت كعم نحن كنا أول شيء الصفر. بدي حيي زياد برود صديقي، كل ما بسمعه بتعلم منه، وإن شاء الله الله يوفقه ويشد له الهمة ويمشي باللازم يعمله مثل ما بقوله. لا 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 يقدم حاله للرئاسة، ليش لا؟ ليش لا؟ يعني بدنا عالم، في عنا كم شخصية آدمية لازم نستفيد من وجودهم، وبيفهموا تقنيا وكفاءتهم وعندهم اكسبيرينس بلبنان. هو واحد منهم، لازم ندعم الأوادم مثل ما بقول. حان الوقت نغير بهالبلد. يعني تعب الشعب، تعب تعب. بدنا حدا يقيم هالبلد من 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 البير، من جهنم. تعتقد يعني هيدا الرئاسة الجديدة ممكن تكون هيك العهد التالي؟ لازم الرئاسة، لازم يسموها ليبانون 3.0. لازم هالعهد الجديد يكون عنده رئيس جديد، رئيس وزارة جديد، عندنا نواب جديد. نواب اليوم بالبرلمان إذا بتشوفي بمثلوا الشعب اللبناني لأول مرة، بتشوفي هيك كل الشرائح موجودة، كل الشرعة موجودة. هلا انجي مش متفقين سوا وعم بتخبطوا بعد شوية، بس ديمقراطيا عم بيمثلوا البلد كله، وهيدا كتير مهم. بيحملوا مسؤولية، بيحملوا مسؤولية كلهم لأول مرة. طيب شو يعني انه حين الوقت سياسيا؟ لانه احنا بنحكي اقتصاديا على طول سوا، بنحكي للوزير زياد برضه، احنا بنحكي على طول اقتصاديا سوا، بس سياسيا حين الوقت يصور فيها التغيير حتى يحملوا هالمشاريع الاقتصادية أبون بور مثل ما هو الفرنسوي، يعني للديستينيشن المضبوطة. تعبنا، ما في وقت بعد. مذكر المشاهدين، ما في وقت بعد. بعد في شيء أقل من 10 مليار يمكن دولار بالاحتياط. يعني شو رح يكفونا هون سنة؟ يعني ما في وقت بقى، يعني وقت ضدنا. يكفونا سنة؟ إن شاء الله ان شاء الله. يعني اذا نزلوا الدولار هلا، دولار ب 30,000، هذيك مره قبل الانتخابات البرلمانيه 23 نزلوا من 34 لل 20 بعدك فيها. نضخ مليار، مليار و200 مليون دولار بشهرين للاحتياط هيدا، ولا من التداول؟ اي تداول، شويه او ام تي على شويه مغتربين، على بهالقوه بهالبريود الشهر. اي شهر؟ جمعتين نزل، ما معقول. بدك 30,000 دولار هلا شباب دغري على الدولار. 30,000 ما بيسمعوا دولار دغري، بفوتوا على ما بيطلعوا بينزل. هو سعره تقريبا 26 27، بس سعر السودة بتلعب 10-15% عاده. طلعوا ل 30، بس بدنا ننتبه، بيطلع ل 100,000. اوكي، بيطلع ل 50. بعدك عند هيدي النظريه انه أكيد ممكن أكيد يطلع باي لحظه؟ اكيد، لانه ممكن عامل حكي 40 50، رجعنا شفنا انه قالوا له هده هلا، وهده هدوه بأي ثمن؟ لا مش هو هدأت لك، هدى يعني الحاكم هدى. هدي. أنا أقول هدوه يعني الحاكم وغيره. إحنا هدونا قلنا هدونا هدونا قلنا، بس هو هدى الدولار. هلأ هو اجتمع مع الوزارة لهدوا الدولار، مش نقول هدوه. أوكي، ما إنه لحاله، ما في قد هيك قرار لحاله. أوكي، بس قرار غلط. أنا فيني أقول لك، لأنه صرف مليار و200 ألف دولار حرقني هون. هو 200 مليار و200 ألف كان كان عملوا فيهم معمل كهرباء، معملين كهرباء. كنا بسنة وخمسة شهور يمكن ستة شهور كان بلشنا نعمل كهرباء. ما اليوم الكهرباء عم بتكلف الشعب، الموتورات عم بكلفوا الشعب اللبناني أكثر من معامل كهرباء. إذا علوا التعريفة بدنا نفهمها هيدي. اليوم بتروح بتاخدي ساندويش كرواسان، خدي روحي خدي كرواسان، كرواسان بين 30 و75 ألف حسب المحلات. أغلى من فرنسا الكرواسان، أغلى من فرنسا. 1.1 يورو، 1.1 يورو الكرواسان بفرنسا. الكرواسان بلبنان ليش؟ لأنه
مش لانه اليد العامله غاليه، بالعكس الانجريدينتس تبعولها كلها بالدولار، الانجريدينتس بالدولار، بس هيدي ساعتها بدها تكون زيت سعر من فرنسا. ليش اغلى من فرنسا؟ لانه عم بيدفعوا طاقه زياده. سعر الطاقه عم تضرب الاقتصاد اللبناني، عم تضرب المعيشه، عم تضرب البيرتشيس باور، يعني القوه الشرائيه كلها سوا. على كل حال هيدا الموضوع بنحكي فيه. طيب. لا هيدا مهم كثير. مهم كثير اكيد. مهم كثير، بس لنحكي شوي عن الفتف والقافي. ايه بس انا كنت بسالك عن الاحتياط بكفي السنه، عم بتقول الاحتياط دفع على دولار 30، اذا هديه على دولار 30 الاحتياط عم نصرف تقريبا احنا كل شهر كل يوم عم نصرف بين 20 و30 مليون دولار. ايه هو بالشهر عم بيقول 50 ل60 تداول عم بيكون تداول، بس استعمال يعني عم نحرق للدعم، يعني مثل ما كان يدعموا على 1005 كل شيء، على كل شيء، يعني نشتري كهرباء، نشتري اكل، نشتري خبز، نشتري طحين، نشتري ادويه، عم بيصرف لبنان بنهار بين 20 و30 مليون دولار. حسبيهم بالشهر يعني 500 نص مليار، نص مليار بالسنه 6 مليار، اليوم عنده 9.5 10 ما بنعرف قديش، كل يوم بيغيروا شوي. هلا بده يرفع الدعم على الخبز، مش مشكل، في عندك مصروف ليمشي لبنان. اوكي هلا عم بقولك ايه عم بفوتوا مصاري من المغتربين رزمان لكلي عم بفوت 6 ل 7 مليار، وقال لك انه عايزين 6 ل 7 مليار زياده، بس حتى لو عم بفوت بفرجوك على طول شو عم بفوت، ما بقولك شو عم بيظهر، لتعرفي شو عم بفوت شو عم بيظهر بتطلبي ميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات ليه ميزان المدفوعات بعده سلبي، شو ما فات يعني عندنا نت اوت فلو، يعني عم بيظهر بعد اكثر ما عم بفوت، يعني حاجه لبنان بعد اكثر من عم بفوت. تصوري لو المغتربين ما عم يفوتوا مصاري قديه كان العجز اكبر من ميزان المدفوعات. اليوم في عنا مشكله هيكليه. طب يعني احنا هلا موازنه بدها تكون صفر، بدها تعمل صفر، يعني ايرادات واردات، ايرادات واردات، باردون دفع مدفوعات. مزبوط. يعني معناتها انه هلا الدوله واقفه، منين عم تجي الايرادات؟ ما في ايرادات، هيدي وهميه، رح تكون وهميه اذا بدهم يعلوا الاجور، ولازم يعلون لانه نفعات اذا بدهم يعلوا الاجور اليوم، لانه الشعب اللبناني يعني خصوصا القطاع العام ما في ياكل بقى. يعني امبارح بيعوا سمك بالبحر للقطاع العام؟ لا رح يعلوا ورح يتضخم، رح تدهور الميزانيه، رح يدهور كل شيء. لا لما عم بس ما بده، قال ما تتاملوا، ما رح نعطي دفعه واحده، وعم ينحكى اليوم دولار الجمرك على نار حاميه. يا ليندا شو بدهم يعطوا 100,000؟ كانوا بيحكوا 95,000. قديش دولار 8000؟ شو رح تعمل له 100,000 ليره؟ شو رح تعمل له 100,000 ليره؟ ما بيشتري فيها علكه. مزبوط اني قد ما، بس رح نروح نعمل انفليشن زياده هلا، يعني انا بدنا نشوف القصه بخطه 360 درجه، ما فينا بقى نقول عندي الاوضاع تعطيهم، القطاع العام تعطيهم، القطاع الخاص، القطاع الخاص هو اليوم عم بمشي البلد، لنقول من الاخر. ما في دوائر، ما فيك تعمل اخراجات، ما فيك تعمل باسبور، البلد واقف، ما فيك تفتحي شركه، ما فيك تفتحي حساب، افتحتي لشركه ما فيك تفتحي حساب البنك، كيف بدك تعملي بزنس؟ واقف الاقتصاد كله. بالاو اي سي دي شيء اسمه ايزي اوف دوينج بزنس، نحن صرنا بالاخر. اليوم اذا بدنا نجيب مستثمر من برات لبنان حتى يفتح معمل صغير حتى يشغل لبنانيه، ما بيجي، ما في يفتح، ما في يشتغل، ما في قضاء ليحمله. عندنا مشكلة كبيرة، بس عنفوا صار الإصلاح وصارت الحل، ما بدنا كتير لننهض. أنا فيني أقول لك إذا عملوا حل حجم اقتصادنا صغير، فنحن بالتالي يمكن ب 4-5 مليار بنرجع بنوقف على أنا عم بكتب مقال هلأ طالع بالجريدة جمعة الجاي، ما عايزنا 72 مليار دولار، مش عايزين بخطة التعافي. ايه بيقولوا بدنا نجيب 72 مليار دولار، مزبوط؟ بدنا نجيبهم من البنوك كرمال الجاب، كرمال الفجوة. ايه فجوة مشان البنوك، مشان رد اموال المودعين. ما عايزنا 72 مليار دولار اليوم، شو عايز لكن؟ عايزنا بين 10 وال 20 مليار ومنرد الجاب؟ لا، لترد الاقتصاد محله. اوكي بتبلش ترد، لتخلق السيوله. اليوم بدك تخلق السيوله. اذا بتروح، اذا ناخذ اكزامبل، روحي على فرنسا، اوكي روحي على بنك بي ان بي، يعني روحي على امريكا بنك اوف نيويورك. بيجوا كل مدعين تبعوا له بقول بدي مصرياتي، بنك اوف نيويورك ما في يعطيهم مصرياتهم لانه مشغلهم برا بما يدوش يعطيهم فوائد. ما في بنك بالعالم في يعطي كل مصرياته للمدعين، ما في، فيهم يعطوا 5% 10%. في لازم نخلق السيوله اول شيء حتى نرد الثقه للمواطن انه ساعه اللي بده بيقدر ياخذ قد ما بده مصاري، قد ما في، قد ما عايزه.
مش يحس حاله بده يروح يشحد ال 100 دولار على باب البنك. لازم تخلقي اول شيء الثقه والسيوله، وهيدي بتخلق بخطه اقتصاديه. بعدين بدنا نخلق قانون كنا حبينا نحكي فيه مع الوزير بارود، مش بس لاعاده هيكل البنوك، بس قانون لحفاظ الودائع أموال المودعين. أول شيء ما بدنا نخلق خطة على حساب المودع. في قانون؟ لا، لحافظ الودائع ما في. اليوم إذا فلست بنك 75 مليون ماكسيموم بيدفعوا لك على ال. في قوانين عم ينشغل عليها. عم ينشغل بس ما عاد ما في. بدنا ومهمة هالقوانين، سمعت فيها من شي جمعتين طلعت. أوكي. قانون حماية المودع. مثل ما عندنا قانون حماية الذهب. أموال المودعين هن ذهب للمودع. والدستور بالمادة 15 أنا بذكر الدولة اللبنانية والوزراء والنواب ورئيس الوزراء ورئيس الوزراء أنه مادة 15 بتمنع الهيركات. مادة 15 بتحفظ الملكية الشخصية، ما فيهم يعملوا خطة بهيركات، مش مزبوطة. طب يعني. لكن ليش عم بيقولوا أموال المودعين ما بترجع؟ معناتها هيدي سرقة وقرصنة، لأنه ما في ولا أي نصوص قانونية. لما أنت حسبي، أعطي إكزامبل للمشاهد، لما بحط واحد حسبي معك مليون، بحطي مليون دولار حطيتيها بالبنك، بتصرفي مليون دولار أنت بالجمعة؟ يعني إذا ما كنت ملك ما كوين أوف إنجلند ما بتصرفي مليون دولار بالجمعة. إذا صرفت ممنوع. بتصرفي يمكن 50,000 بالجمعة حسبي ماكسيموم. ايه؟ عملت كروز وبرمت الدنيا. لازم البنك يقدر يعطيك هالسيولة لتحسي حالك إنه المليون تبعك موجود والخمسين اللي بدي أصرفها موجودة. مش موجودة. تقدر تصرفيها. يعني قادر أحصل عليها. والمصريات الباقيين أوكي بينعمل خطة لاسترداده لتكوينهم، مش لاسترداده، لترجع تكوينهم لتكوين. مش موجودين، بدنا نرجع نكون. ولا بنك بالعالم موجودين، مش بالبنوك اللبناني. اوكي. عم قلك حط المليون دولار ببنك اوف امريكا، اي ما بتستلم. اذا كل شو اسمه العملاء تبع بنك اوف امريكا بدهم يسحبوا المليون دولار تبعهم، ما فيها تعطيها يوم. بس انت ما بتحس طالما انت عم يعطوا يامنوا لك سيوله. انا طالما في ثقه وفي ثقه وسيوله كأنه المصريات مش موجودة عندنا خسارة. هن المصريات مش موجودين بولا بلد بالعالم. بولا بلد بالعالم. مش بلبنان. طب. دونك هيدا الخطيرة، مشان هيك اليوم الدولار عنده مشاكل بالعالم، بقولوا في أزمة دولار وأزمة يورو، معقول يخسروا البنوك العالم. إذا صار الدولار عنده مشاكل بالعالم، هيدا رح يكون لصالحنا نحن انخفاض؟ لا نحن تنخفض قيمته؟ مشكلتنا إذا بنحكي فيها هالمرة يا مرة الجاية ما بعرف ليندا. هلا بعد معنا دقيقة. إنه الدولار عم البلد عم بالدولار. عم؟ بالدولار. ما مش مدولار وزيادة. عم بالدولار زيادة، صرنا كل شيء بالدولار. اليوم صار في عندي بطاقة دولار، والبطاقة باللورة ما عاد تدفعي فيها. دونك لما بالدولار الدولار بس طبعا يلغوا العملة اللبنانية وخلي كله على الدولار. إذا 10 دولار بيندور بالبلد وخلي هال10% يعيشوا بلبنان والشعب عمره ما يرجع وخليه يموت. هي بديك؟ يعملوا هيك. صار لي سنتين ونص أنا عم حارب حتى نحافظ على الأموال المودعين ونحافظ على الشعب اللبناني. لا عم بحكي إنه طب إذا ما بدهم يعملوا شيء، إذا ما بدهم يعملوا شيء واخدين البلد عم بدولروه أكتر وأكتر، خلاص يقولوا للناس أنه أنتوا خلاص بلا ما تعيشوا، تعالوا نحن نعيش هالنخبة لعشر 15% اللي حاطين إيدينا على كل مقدرات الدولة، ما نعيش بالدولار وخلصنا. هيك عم بيصير يعني للأسف. طب بدي أني معك بالسؤال اللي ما جاوبتنا عليه، فاتف، شو يعني أن تصنف لبنان دولة فاشلة ونحن ليش لهلأ منا دولة فاشلة؟ نفسر على السريع للمشاهد. على السريع بديا الفاتف غافي هو International Organization. أوكي. بتحط رولز وضوابط كل بلد بالعالم بينتمي لهالأورغانيزيشن للOECD ضد تبييض الأموال. اوكي. والفاينانشال تيروريزم الدمار الشامل. شو ايضا ما استوعبتها كثير. شو دخلها بتبييض الاموال؟ لا تبييض الاموال واسلحة الدمار. مش اسلحة الدمار، لا تبييض الاموال والتيروريزم والمكافحة التيروريزم، فينانشال تيروريزم. يعني منتبه انه المصريات ما يروحوا ليعملوا تيروريزم. هن يمكن ربطوها لانه من وقتها هن بلشوا مع موضوع العراق، يمكن بلشت بس منتبه. دونك اليوم لبنان عنده ضوابط، لازم في عنده فحص. لبنان في فحوصات بكل الادمنستريشن، مثلا ب شو اسمه بنائبة المحامين بقصر العدل، في فحوصات لازم لبنان يكون تيكينج عليها مثل ما بقولوا. اذا سقط لبنان بتصنف لبنان دولة غير
فاتف جافي كومبلينت، ومعقول البنوك الخارجيه المراسله يوقفوا يشتغلوا مع البنك لبناني، وهيدا انهيار مالي خلص سريع. هيدا الدرب القاضيه يعني، يمكن يعني معناتها عم بيهددونا اليوم، يمكن في هيدا تهديد. انا مع الاستاذ اللي كان عم بيحكي على التلفزيون بكره معنا، انا بخاف من هالضرب القادية الانترناشنال على الضغط المالي لبنان اكثر من يعني اكثر من الحرب العسكريه. الحرب العسكريه هيدي الضرب القادية، لانه هيدي ما في بنك بلبنان في يقدر يمشي. على كل حال هيدي مهني اذا مطلوب ما تعيش وما تموت يعني ما رح يوصلوك لهون، هيدي يمكن بعدها هلا عصايه. هيدي الضغوط، هيدي الضغوط، ضغوطات بس خطيره كثير. هيدي جمعتين زمان، هي جمعتين زمان بدنا نعرف فيها. جمعتين زمان؟ ايه بعد جمعتين ونعرف شو رح يصير بالجافي. جافي تمام، كثير خطيره. شكرا لك استاذ نيكولا شيخاني، ما حكينا اصلاحات واي ام اف ان شاء الله بحلقات بتكون على انه بدي انا اعرض لك دراساتك بهمنا يعني بهذا الموضوع. شكرا لك على هذه المشاركه. مشاهدينا وصلنا لختام هالحلقه، الى اللقاء.